جريمة قتل وقعت في الجزائر وبالتحديد في ولاية الجلفة بلدية الإدريسية، راح ضحيتها الدكتور عبد الرحمن روابح. الضحية يحمل رتبة دكتور ويعمل منصب أستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة الجلفة. قتل بطريقة بشعة ومرعبة داخل منزله، وتعرض لعملية سطو مسلح من قبل مجهولين. جريمة القتل تمت بعد الإفطار أمام زوجته والتي تعمل طبيبة، وقاموا بطعنه حتى الموت وفروا من موقع الجريمة. الجريمة شكلت حالة من الحزن والصدمة في الشارع الجزائري وبالتحديد في بلدية الإدريسية. الأجهزة الأمنية في الجزائر حضرت إلى موقع الجريمة وباشرت التحقيقات من أجل سرعة القبض على المجرمين. رحم الله الفقيد وأسكنه في سيح جناته. نسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذوي جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.